السلام عليكم البطلات القويات او الاخوات اللي معايا في القناه اللي معايا في القناه ومعايا في الجروب واللي ما معايش في الجروب مرحبا بكم كاملين عندي. العرضه فابور اليوم يلا وجدوا لي عريسكم باش نتريليو اليوم ان شاء الله. جبت لكم تحدي جديد تحدي المشي المشي وحرق السعرات الحراريه. البنات نتوما اللي بغيتوا هذا الفيديو وما بغيتوا التنويع انا جبت لكم التنويع الا كان في المستطاع انا دائما معاكم بالتغييرات. حاجه وحده البنات اللي تنبغي نقولها لكم ورا الفيديو تسناو بعض النصائح بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من انهم تيقول لك اللحم ديالهم كيترهل وكيولي عندهم اللحم ديالهم مرخي. غادي نعطيكم بعض النصائح اللي انا كنديرهم يعني نفسي مجرباهم شخصيا من بعد الفيديو ان شاء الله. وعلى بركه الله نبداو التسخينات ديالنا او المشي ديالنا. دائما البنات نقول لكم حاولوا انكم تهزوا من غادي ندير طابي باش هكا ما نبقاوش نسمعوا هذا الضجيج هذا ديال الباسكيت او ديال السبرديله. يلا البنات على بركه الله حاولوا تنفسوا مزيان. دائما دخلوا كرشنا البنات شدوا كرشكم مزيان دخلوا كرشكم مزيان البنات نفسوا مزيان كتاب ديالكم يكونوا مستقيمين وعلى بركه الله. برافو حاولوا تمشوا مزيان تقريبا جوج دقائق مشوا دقيقه وغادي نرتاحوا شويه ونكملوا الدقيقه الاخرى. الي نفسوا مزيان دخلوا كرشكم الي نتخيلوا الوسط اننا كنتمشاو البنات في بلاصتنا. يلا برافو عليكم كنتخيل راسي غادي شي قد والله الا كنتخيل راسي خايف. الي نحاولوا الوقفه ديالنا دائما تكون مستقيمه. برافو عليكم وسالينا الدقيقه الاولى نفسو دابا مزيان حاولوا ارتاحوا تمشاو نهضروا ديروا اللي بغيتوا الموسيقى اللي بغيتوا. برافو عليكم خيبيا نفسو مزيان برافو خيبيا نفسو مزيان ومشيو على بركة الله. برافو عليكم مشيو برافو خيبيا كذلك نمشيو ودائما الكرش ديالنا ندخلوها باش نحسو بالحركة. الي برافو نفسو مزيان خيبيا الي برافو خيبيا هالي نمشيو نهزو دقات ديال القلب خلو الدورة الدموية تدور مزيان. هالي برافو عليكم خيبيا وتنفسو مزيان وقفو شوية وتنفسو مزيان ودخلو كرشكم نمشيو بها الطريقة هذه دائما مع التنفس دائما مع التنفس نفسو مزيان برافو نفسو مزيان برافو نفسو مزيان غير شوية عليكم طلعوا رجلينا برافو غير شوية عليكم اللي ما تقدرش تطلع رجليها هي هكا غير شوية عليها برافو غنمشيو دابا حاولوا نمشيو بالجنب
دائما دخلوا كرشكم وتمشوا. يلا استعدوا غنديروا سكوات. يلا استعدوا البنات، نحاولوا ما نحلوش رجلينا بزاف، نحلو على حساب المقاس ديال رجلينا. يلا استعدوا مع التنفس ونمشيو. غنديروها 15 مره ونطلعوا بشويه ونهبط. طلع بشويه، برافو. نعاود نطلع، برافو. تنفسوا مزيان. نحاول البنات نهبط بالمؤخره ديالي، نحاول نهبط، برافو. تنفسوا مزيان، تخيب نهبط عيب شويه ونطلع. هاي 10، هاي بقاو 5. تخيب يا هكا باش تشوفوا معايا كي كنهبط. الكرش ديالي ديما مداخله وكنهبط بالمؤخره ديالي، برافو برافو. نفس البنات، هاي رجعوا تمشوا. هاي دائما قدوا الوقفه ديالنا، ما تنساوش دخلوا كرشكم البنات ومشيو، برافو. Let's go.
ديالنا تقريبا حرقنا تقريبا غنكونوا حرقنا واحد 250 سعره حراريه اللي حرقنا دابا. صراحه التمارين شفتوهم بسيطين جدا ولكن المفعول ديالهم 100% قاضي على الدهون وعلى السعرات الحراريه. شنو غادي نقول لكم البنات؟ هو عندكم ثلاثه ديال النصائح اللي غادي نشاركها معكم. النصيحه الاولى وهو شرب الماء. شرب الماء البنات علاش؟ باش ان هذيك الدهون ديالنا هذيك الدهون كتخرج لينا مع البول حاشاكم، حيت ملي كنشربوا الماء كتخرج لينا مع البول من طبيعه الحال كنوليو نبولوا بزاف، وهذاك البول انه كيخرج لينا منه واحد النسبه ديال الدهون منه. وحاجه اخرى ثاني حاجه اللي بغيت نهضر لكم عليها وهي ما تنساوش ان ملي كنتنفسوا راه كتخرج لنا تقريبا 85% ديال الاكسي ديال الدهون من الفم ديالنا، كتخرج عبر الهواء، عبر الهواء كتخرج لنا الدهون كذلك. وثالث حاجه وهو الترطيب. الترطيب البنات اللي هو اهم حاجه في هذا العنصر وهذا مع الماء كذلك، هو انكم ترطبوا الجسم ديالكم سواء بالزيت ديال الارغان سواء بالزيت اللوز الحلو، ونرطبوا الجسم ديالنا كامل من بعد الدوش. علاش؟ لان الترطيب كيساعدنا على الشف، على يعني شد الجسم ديالنا وما كيوقعوش لنا دوك الترهلات. مع الرياضه كيبقى الجسم ديالنا صانك صانك، كيبقى الجسم ديالنا زوين بزاف. وانا هذه من الطرق اللي كنستعملها واخا بعض المرات تنعكز. شنو درت؟ شديت الزيت اللي كنستعملو حطيته قدامي في الحمام باش ملي كنسالي الدوش ديالي كندهن لحمي ديك الساعات باش ما نعكزش عليه، وكنلبس حويجاتي وبالصحه والراحه. كنتمنى كذلك الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اللي مازال ما دخلتش القناه مرحبا بي.